أعطيتي المخدرات بهديك الليلة؟ أنتوا كلكن إعلاميين هون، واجبكن هو إنه تظهروا الحقيقة قدام العالم والمجتمع، بس كلكن عم تتجاهلوا الحقيقة تماما مثل عائلة تاكراي. شوفوا هالأم، طلعوا على دموعها، هاي الأم فقدت ابنها. انتو كمان عاجزين انكم تشوفوا حزنها؟ فيكتور الشاب اللي قتلوه بيكون ابنها، بس للأسف انتو ما بيهمكن إلا السبق الصحفي. شوفوا، مهتمين بأخبار عائلة تاكرال أكثر من الاهتمام بكل الظلم اللي عانته هاي الأم. بدكم ما نعود نوثق بالإعلام ولا بحدا؟ تاكرال هي الشيء الوحيد اللي بيهمكن هلأ إذا بدكم الحقيقة. فاسمعوني منيح، اسمعوا كل كلمة عم نقولها بهالقضية. نحن ما طالبين مساعدة من أي حدا، وبدنا نحارب لحالنا لبين ما نبين هالحقيقة لحالنا. ولا تفكروا إنه كشف الحقيقة سهل علينا، بس الحقيقة لازم تبان بأي ثمن. آسفين آسف براتنا تاكرال، تفضلي عم نسمعك، وكلنا رح نكون معك بهي المعركة. اللي صار بهديك الليلة وقت خلصت المخدرات اللي كانت معنا، رحنا على هديك الحالة. وهي هي الحقيقة، هي الحقيقة قدرت اكشفها قدام العالم رغم معارضة عيلتي، بفضل براثنا اللي دعمتني بقوتها. بدي اشكر براثنا على كل هالدعم، شكرا كتير. ريو، هي براثنا تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بالبداية ساوت حياتنا بالبيت جحيم، وهلأ فتحتنا هيك قدام كل العالم. أنا بكرهها، كيف استرجت هي البنت الوضيعة تعمل هيك؟ هي البنت مريضة. لا، هي ما أنا مريضة أبدا، الحقيقة إنه نحن المرضى مو هي. عملك اللي لازم يعمله كل إنسان عنده أخلاق وضمير. شو اللي بدك يا؟ بدك إنه كلياتنا نعمل مثله ونشوه سمعة العيلة بهالطريقة؟ بس لا تنسي يا تارانا، براثنا دعمت سنسكريتي وأيدتها حتى يظهروا حقيقة الجريمة البشعة. هي دعمت سنسكريتي بالوقت اللي تخلى فيها عنا أفراد عيلتها، ومو بس هيك، كمان وجهوها للطريق الغلط، وفوق كل هالشي راحوا وخطفوها. بس براثنا كانت براثنا براثنا براثنا. انتي فكرة انه هي البنت الشرشوحة عملت لك حياة جديدة؟ بس بعدين رح تشوفي كيف انه هالخبيثة بدها توقع كل فرد بالعيلة واحد ورا التاني يا سو. وهي بلشت مخططة فيكي اول وحدة، ورح تكمل شغلها وتخرب العيلة كلياتها. لولاكم ما كان ابني اخذ حقه، ما كنت رح اعرف شو بدي اعمل بهالقضية. انا ما بعرف كيف بدي اشكركم. اللي لازم تشكريه هو براثنا، لأنه كل هذا الشيء صار بفضل شجاعتها. أكيد التقدير لبراثنا وسنسكريتي. أنا محظوظ لأنه عندي زوجة مثل براثنا. أنا فخور فيكي عن جد لأنك مرتي. إذا كان برنامج المديح تبعك خلص ومشي حاله، فينا نحن نكمل؟ في أخذ تليفونك أكشي؟ أي طبعا. شكرا. شو رح نحقق من لوم براثنا يا فيشال؟ أكشي معها شو ما ساوت، وكمان صارت بنتي سنسكريتي معهم هنن الاثنين. شو بدك كمان أكشي؟ أنا سنسكريتي. شو رح تقولي كمان سنسكريتي؟ أنت حكيتي كل شيء قدام العالم كله. آسفة ريو، بعرف إنه سمعت عيلتنا تضررت بسبب اللي عملته، بس أرجوك بابا صدقني. اسمعني منيح، لو أني ما عملت هيك ما كنت رح أقدر أعيش.
الكذب والشعور بالذنب. اسمعيني، انت ميتة بالنسبة لنا، مفهوم؟ ما عاد في اي علاقة بتجمعك بعيلة ثاكرال من اليوم ورايح، وانت حطمتي هالعلاقة بايدك بتمردك. عيشي هلأ مع هالواقع الجديد لحالك. سنسكريت، خلص حبيبتي لا تبكي، الحقيقة هلأ بعد اللي عملناه من الطبيعي تكون ردة فعلهم هيك، نحن توقعنا هذا الشيء. سنسكريتي، العلاقات ما بتنتهي هيك بمجرد الحكي. لا تقلقي، اصبري شوي ورح يرجع كل شيء مثل ما كان. وبتشوفي، بتشوفي انه رح يضموكي اول ما يشوفوكي. سنسكريتي، صلات الدم ما بتموت حتى بعد الموت، حيكون كل شيء بخير ورح نروح كلنا على البيت هلا. على البيت؟ ايه، على بيتنا. امشوا. إذا بتروي سيد فيشان، لحظة، الاتهامات اللي وجهتها أختك ضدك مزبوطة شي؟ وانتو منعتوها من قول الحقيقة؟ وفي إشاعات إنكم خطفتوها كمان، يا ترى لأنه اللي قالته كان صحيح؟ ولهيك حاولتوا منع تقول أي شي؟ صحيح إنه سنسكريتي متورطة بهي القضية كمان؟ لو سمحتوا، أنا ما بدي أحكي أي شي بهذا الموضوع، وإذا كنتوا حابين تعرفوا حقيقة هذا الشي فالأفضل إنكم تسألوا يلي طالعوا هالإشاعات كلها عنا واللي ما بيربطون فينا اي شيء. وهلا بعت هيك تسوي لها ولا بتصل بالشرطه؟ هالشيء بيعني انه عائلتكم انهت علاقتها بسنسكريتي؟ هي براحتك، يلا 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 يلا. سنسكريتي تاكرال وبراثنا تاكرال اثنيناتهم متصلين ومرتبطين بعائلتهم ومثل ما كانوا معها من قبل، وبرغم كل شيء ومع انه عائله تاكرال منعت سنسكريتي من انها تقول الحقيقه كلها، بس هي عملت هيك لتحافظ على مستقبلها، لأنه ما في عائلة بكل الدنيا بتقبل إنه بنتها تتورط بهيك قضية، بقضية مخدرات. وما لها جريمة إذا بيفكر الأب بمستقبل بنته أو يأكل همه بهذا الشكل، أو مثلاً إنه الأخ يقلق على أخته كتير ويخاف على سمعتها أكتر. ما بعتقد، وبالعكس هيك بيقلنا الواجب، بيقول إنه العائلة تدافع عن سمعة بنتها هيك، وإنها تضل مترابطة شو ما كان الوضع، وتتحمل مشاكلها وتحلها. وعائلة تاكرال بالوقت الحالي لساتها مترابطة ومتماسكة مثل ما كانت من قبل هالمشكلة. وبعدين احترامنا للعدالة وتطبيقها بهذا الشكل زاد من احترامنا لهالعائلة هي. ومشان هيك أنا رجائي إنكم ما تستسلموا بهي السرعة. الشجاعة الحقيقية هلأ هي إنه الواحد يقول أشياء مثل هي قدام كل العالم وهو واثق من الشيء اللي عم يعمله، هو مو خايف من ردات الفعل. أنا مبسوطة كتير لأني شايفتك هون. تعالوا نفوت لجوا، تفضلوا. استني براثنا، من اليوم ممنوع تفوتي على هذا البيت. البنت اللي لوتت شرف العيلة بهالطريقة ما بتستاهل أبداً تضل بهذا البيت. كيف تجرأتي تيجي على البيت بعد اللي عملتيه؟ يعني مانك خجلانة من حالك ومن يلي عملتي فينا؟ ومانك خجلانة من شرف عائلتنا اللي ساويتي بالوحل؟ بكفي!
براثنا رجعت لأنها فكرت أنه ممكن تلاقي إنسان بهذا البيت. أكشي لا تصرخ علي ريو. البساطة يلي عند براثنا هي اللي خلتها ما تفهم هالعائلة بشكل منيح، مع أنه هالعائلة جرحتها بشكل كبير. وبالرغم من هيك هي جاية وبدها ترجع لعند أهلها، بس مع الأسف. أكشي بكفي. لا براثنا لا، هذا الشيء اللي لازم يصير. هالبيت ما بيستحق إنه براثنا ترجع عليه، وفعلا هذا الشيء اللي رح يصير. براثنا وأنا رح نروح نعيش ببيت تاني. أكشي اسمعني، أنا عم قلك ما رح أطلع من هذا البيت. أنا ما عم بفهم عليك يا براثنا، كل يلي بالبيت قللوا من قيمتك وزلوكي كمان، وشفت شلون عملوكي هلأ، ومع هذا الشيء أنت. أكشي مو هذا هو الوقت اللي لازم فكر فيه بكرامتي. أنا عم فكر بالأشخاص اللي احترموني واللي بحاجة لدعمي. يعني بهون عليك اتركهم من بعد كل وقفتهم جنبي؟ اسمعني تعال عود. أكشي أنت بتعرف منيح أمك وسنسكريتي قديش رح يعانوا إذا منتركهم هلأ، وبتعرف كتير منيح إنه انحاربوا عائلتهم وتركوها وإجوا لحتى يوقفوا جنبي بهالمشكلة. بقى معقولة هلأ اتخلى عنهم بهالطريقة؟ لا يا أكشي. عمي وفيشال متضايقين هلأ ومشان هيك عم بيعاملوني بهالقسوة. يمكن لأنه هي أول مرة حدا بيوقف في وشهم هيك وبيعمل شي عكس قناعاتهم بالعادة. أكشي بترجاك تطول بالك شوي، بكرة بس يمشي الحال ويهدو رح يعرفوا أنه أنا مالي غلطاني بحقهم بشي. بس من هلأ لهداك الوقت بدي ضل ببيت عمي، لأنه في عالم ما فيني أتركهم ولا أتخلى عنهم بهيك ظرف. يا أكشي أنت قلبك طيب يا براثنا، بترجاكي علميني كيف صير مثلك. بتمنى لو ريو قدر يفهمك منيح وأعطاك اللي بتستحقي. كله بصير أكشي، حتى عمي رح يصير يفهمني. كل اللي بدهم ياه شوية وقت بس. فيني أطلب منك طلب صغير؟ أنت ما بتطلبي يا براثنا، أنت بتأمريني على طول. أكشي بصراحة مو منيح أبداً أنك تنادي أبوك وأمك بأسمائهم، لأنه واجب الأولاد دائماً أنهم يحترموا أبوهم وأمهم. أكشي أنا عم بترجاك ما عاد تناديهم هيك. اليوم لازم تناديهم بابا وماما. موافق ما؟ الحمد لله صرنا مشهورين أكتر وصاروا يجيبوا سيرتنا بالجريدة. قوم اطلع وشوف شو مكتوب عن هالعيلة الكريمة. ممتاز، أخبار عيلة ثاكرال بالصفحة الأولى بدل الصفحة الثالثة، وطبعاً مو بالموضة والحفلات، بالمواقف الإنسانية اللي عملتها العيلة، لأنه الشيء اللي عملته براثنا كان صحيح. أنا وإنت بس اللي عم نعترف بصحة هالشي يا بريم، بس ما بعرف إذا كان في حدا رح يفهم الشي اللي صار بالعيلة هلأ. ماما حبيبتي نحن رايحين بس منرجع لعندك أكيد. بدنا نقعد هالكم يوم ببيت عمي، طبعا هالشي من بعد اذنكم. لازم من بعد لكم يوم، هالشي بيقوي روابطنا ببعضنا
وبس يرجع كل شيء مثل ما كان رح نرجع لهذا البيت. بس لهداك الوقت أكشي هو رح يدير باله عليكم بدالي هون أمي. ديري بالك على حالك. إيه بس يعني يا براثنا. لا تقلقيسو، اللي عم تعمله براثنا هو الصحيح، وإن شاء الله بيصير خير. أنت بس ادعي لنا ماما. ماما؟ صحيح أنت أصغر مني، بس بصراحة أنت أحرجتني كتير يا أكشي. وقت ناديت إلا ماما لسوء. هي الشجاعة اللي ما قدرت أتحلى فيها مع أنه كتير تمنيتها، أنت ورجيتني إياها اليوم. فيني أنا كمان بهذا اليوم نادي لسوء ماما؟ بابا حبيبي، نحن رايحين على بيت عمي وجينا نطلب موافقتك. الانحناء قدام الأشخاص الكبار بيعادل البركة اللي بيعطونا إياها. بابا، بعرف منيح إنك بتحب ولادك بطريقة ما حدا حفيها من قبل، بس الحب اللي عندك تخبى جواتك بسبب قوانين ومظاهر العالم الفاضي. بس أنا رح خليه يرجع يطلع بوعدك. هذا الحب اللي عم ترفض تشوفه أنا رح أخليه يطلع وتعترف فيه، وما رح أسمح إنه هالحب يروح من قلبك، وبكرة رح أثبت لك. لأنه شو ما كان اللي عملته أنا، فأنا ما بستاهل إني أخسرك. روح شوف مين إجا. يلا تعالي. براثنا عمتي. الله يحميكي، كيفك عمي؟ ميتو الله يرضى عليكي. عمتي الله يرضى عليك. بيتو، شوفي ليش هيك اجيتوا فجأة؟ وبعدين هاي الشنطة
يلي معكم كل شي بخير ما؟ ايه عمتي لا تخافي كل شي بخير، بس حبيت اجي زيارة على بيت اهلي مشان ارتاح كم يوم لاني تعبانة. انا فيني اقعد هون ما هيك؟ شو هالسؤال اللي عم تسألي لك بنتي؟ طبعا اهلين وسهلين فيكي. شو هالحكي؟ هذا البيت بيتكن. طبعا لكان شو؟ اي والله صحيح عمتي، نحن اجينا اليوم مخصوصي لعندك على البيت، لانه بصراحه اليوم عيد ميلادك. كل عام وانت بخير. شكرا لكم. كل عام وانت بخير والله يخلي لي اياكي يا رب، صار عمرك 60. شكرا كثير لك بنتي، شكرا. من سنتين بتقولي لها صارت بال60، معليش قولي لها عمرها الحقيقي ما بتزعل. ولا بدك يعني ارجع لوقت اللي كان عمرها هيك؟ عيب عليك تحكي هيك قدام الاولاد. بيتو شو هالحكي؟ معي دي بالكلام بس، وين هديتي لكان؟ هو الهدية مفاجأة عمتي. مزبوط هالحكي، وهديتك رح نعطيك إياها اليوم بس بوقت الحفلة. موافقة لكان، بس يكون بعلمك أنا عندي مفاجأة. ومتوقع أنها رح تعجبكن كتير، لأنه مفاجأتي أكبر بكتير وأحلى منها بكتير، ورح أقدمها هلأ. هلأ؟ شو فيها؟